نرجع نكمل نكمل. طبعا كلام سيادة الوزير كلام مقدر ومطمئن إلى حد ما، ولكن مطمئن لينا في الحقيقة أنا غير مطمئن. أنا شايفه خطاب داخلي شوية، يعني سمعنا هذا الخطاب كثيرا، وشيء جميل إن احنا نطمئن الشعب، ولكن أعتقد بأن مع تصاعد المسألة على مدار السنوات الماضية المسألة أصبحت أو يعني تجاوزت. طب أنا هوصل معاك للسيناريوهات يا أستاذ يحيى، بس أنت كنت فوق الكونغو، فوق نهر الكونغو الذي يشبه المحيطات. نعم. فالكونغو لا تعتمد كثيرا على مياه نهر النيل. بقية دول الحوض فيما عدا إريتريا، لأن إريتريا هي عضو مراقب فقط في دول حوض النيل، تعتمد على أنهار أخرى، إما أنهار أخرى. يعني على سبيل المثال كثيرون لا يعلمون أنه توجد في إثيوبيا 5 أنهار أخرى بجوار نهر النيل وليست فروع لنهر النيل. هذا غير مشتهر. بالإضافة إلى ذلك هناك جميع دول حوض النيل فيما عدا مصر بما في ذلك السودان تعتمد على الأمطار. علشان بس أوري في فرق، يعني الفرق ما بين الأمطار، احنا بنتكلم على دول الحد الأقصى من نسب سقوط الأمطار عليها يصل إلى ما يقرب من 1.90 متر سنتي، يعني ما يقرب من المترين، في حين حدها الأدنى يصل في مصر وهي 15 ملي. وبالتالي مصر تعتمد تماما في احتياجاتها على نهر النيل. حد بالنسب مصر عشان كده واخده 87% تقريبا من لا مش 87% 55 مليار لا تمثل 87%. نعم. مصر بنسب الاعتماد 95% بالنسبه لمصر اعتمادها على نهر النيل، 95% الاعتماد الباقي بتوفره من مياه جوفيه معظمها غير متجدد. نعم. نتيجة لا انا بقول على النسبه اللي الحصه بتاعتنا في مياه حاجه لده. بس انا بتكلم على الاعتمادية. السودان 15%، اثيوبيا 1% نتيجة وصول نسب الأمطار إلى حدها الأقصى، كينيا 2%، تنزانيا 3%، الكونغو 1%، بوروندي 0.5%، لأن بوروندي لو حضرتك روحتها هناك وهي دولة جبلية الأمطار لا تنقطع طول العام. للأسف ماليش نصيب رحت المنطقة دي خالص. لازم تروح. لازم. وبالتالي ممكن الناس تتصور مدى ان المسألة حياة او موت بالنسبة لمصر. او هي موت او موت، مش حياة او موت. لا توجد بدائل. لا توجد بدائل. وبالتالي لا مجال للمساومة على ال 55. وانا اعتقد احد الاخطاء الفادحة في وجهة نظري وقد اكون مخطئ هو ان احنا بدأنا التفاوض بسقف منخفض وهو الالتزام والحفاظ على الحصة. أنت الآن تحت خط الفقر المائي، بمعنى أن خط الفقر المائي دوليا عالميا هو 1000 متر للفرد. إحنا نزلنا عن ده وبالتالي إحنا تحت خط الفقر المائي. إحنا علشان نوصل لمرحلة التوازن محتاجين 11 مليار متر مكعب. وبالتالي نقطة التفاوض عندنا كانت في رأيي خاطئة، وهي أن تبدأ بسقف أعلى، أن أنت عايز توصل لمرحلة الخط الفقر لا أن تكون تحت خط الفقر. نعم. وبالتالي عندما تنزل إلى ما دون خط الفقر بالحفاظ على حصتك ده مقدر، ولكن أن تبدأ بما دون خط الفقر دلوقتي هم بيسموك. نعم. على أن أنت تنزل للمجاعة المائية، وده كان خطأ تفاوضي في وجهة نظري. قد أكون مخطئ. معنى المجاعة المائية إيه معلش؟ المجاعة هو أن أنت تنزل بدل ما تبقى أنت دلوقتي نصيب الفرد في مصر حوالي 900 مش 1000. نعم. 1000 هو خط الفقر في السنة. نعم. لو نزلت عن كده إلى ما يقرب من 700 يبقى أنت مجاعة مائية. مجاعة مائية يعني بمعنى. بمعنى أن لو استمر في خلال
وقد أكون النسب ديت عندي تقديري، ولكن هذه إحصاءات. أنت عندك دلوقتي العجز المائي الموجود عندك هيؤدي في خلال السنوات القليلة القادمة إلى عجزك عن زراعة 60% من الأراضي الزراعية اللي موجودة عندك. الزراعية. الزراعية. مش استصلاح كمان. وبالتالي أنا أعتقد إن كانت نقطة أو البدء في التفاوض خاطئة. كما قلت يمكن أكون مخطئا، ولكن هذه رؤيتي. مسألة الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها ده من ضمن الأخطاء. حاجة تانية على سبيل المثال، انت كده بتجاوب لي على سؤال لماذا وصلنا إلى هذا الوضع. ما هو ده مهم قوي. ده الجانب الدياجنوستيك في المسألة، الجانب التشخيصي. لأن مش ممكن هتحاول تتغلب على هذا التحدي الخطير إلا إذا بالفعل عرفت الأخطاء اللي انت وقعت فيها. أول حاجة هو بعدك عن أفريقيا، وسيادة الوزير أشار إلى المسألة ديت، وإحنا اتكلمنا كتير وكتبنا كتير في الأهرام تحديد. لأن الأهرام هو الوحيد اللي كان بيحتفظ بمراسل في أفريقيا جنوب الصحراء. يعني أنا افتكر مثلا في 99 و2000 كتبت سلسلة تحقيقات من الكونغو أثناء الحرب اللي كنت بغطيها هناك، حوالين الخطأ الفادح اللي وقعنا فيه بإهمالنا ليس دول الحوض فقط، ولكن آخر معقل كان ممكن نحتفظ به في هذه الدول، وهي الكونغو الديمقراطية التي كانت تتعرض في ذلك الوقت لحرب طاحنة. وصل المتمردون والقوات المعتدية على الكونغو إلى أبواب كينشاسا. افتكر في الأوقات دي كان الرئيس الراحل لوران كابيلا كان هو الرئيس، وأول حاجة عملها أن هو قطع أو حجم تماما العلاقات المتنامية ما بين النظام السابق وما بين إسرائيل. وإحنا عارفين إسرائيل كان بتعمل إيه. إسرائيل كانت سدت علينا تقريبا نتيجة انسحابنا من أفريقيا معظم دول الحوض فيما عدا الجزء بتاع الكونغو اللي رجع لنا، ربنا رجعه لنا بإرسال لوران كابيلا وبموافقه المعادية لإسرائيل. أنا كتبت سلسلة تحقيقات في ذلك الوقت. لوران كابيلا بعت لمصر أكثر من مرة يطلب مساعدات في هذا الموقف الحرج اللي كان بيتعرض ليه بلاده. كان رد مصر ايه؟ مفيش، لا رد. يعني يا ريت كنا رفضنا، يا ريت كنا مش بنرد، تحججوا حتى ما بيردوش خالص، ما كناش بنرد. وانا قابلت الرئيس لوران كابيلا اياميه، كان يشعر بألم شديد، وكتبت وقلت ان ده هي القاعدة الجغرافية اللي بترتكز عليها هضبة الحبشة، وهو ده المنفذ الوحيد اللي بقلنا أو رجع لنا، ربنا رجعهن بلوران كابيلا وتوجهاته، ويجب أن نعمل على تأمين هذا الموقع الأخير لنا، لأن إسرائيل كانت بتحاول استعادته مرة أخرى. هقولك على حاجة لطيفة جدا. من عام 96 تقريبا الكونغو كانت بعتت أكثر من مرة لوزارة الخارجية تطلب عقد اللجنة المشتركة ما بيننا وبينهم، وكان في معظم الأحيان إما بالتأجيل من جانب مصر أو عدم الرد. أنا كنت أعرف مسؤول كبير في الخارجية الكونغولية في ذلك الوقت، وكنت بالصدفة موجود معاه، والرجل دخلت عليه في يوم من الأيام أثناء الحرب وكان متهلل، لأنه قال لي أخيرا مصر وافقت على عقد اللجنة الثنائية من سنة 94 أو 95. ده كان بيحصل إمتى؟ 2001. الله، كويس، طب إيقاع سريع. طبعا. لكن بقية القصة يعني يمكن ما تصدقهاش، أنا نفسي ذهلت. يعني سألني الراجل، قال لي احنا ردينا سريعا على مصر وبعتنا لهم حوالي 22 اتفاقية تعاون مشترك في كافة المجالات ومنتظرين الرد، لكن انا بيشغلني حاجة ان مدام جاد ديت كانت سفيرة اسرائيل لدى الكونغو. هو بيقول لي ما عرفتش ازاي عرفت بالرد المصري، لكن جات لي في يوم وقالت لي كده هو ما تعولش كتير على المصريين لانهم مش جد قوي. فبيقول لي ايه رايك؟ فقلت له الحقيقه يعني سؤال صعب ان انا اجاوب عليه، دي سفيره اسرائيل وانا صحفي مصري.
غبت عن الراجل حوالي 3 أشهر ورجعت له تاني علشان كنت محتاج بعض المعلومات. الراجل كان حزين لأنه قال لي فاكر الكلام اللي أنا قلته لك؟ قلت له آه فاكر. قال لي تتخيل الرد بتاع مصر كان إيه؟ كان الرد إيه؟ إيه؟ برجاء ترجمة مشاريع الاتفاقيات من اللغة الفرنسية للإنجليزية. الراجل قال لي حاجة غريبة جدا، قال لي أنا أعرف وإن جيت ودربت في المعهد الدبلوماسي عندكم وعارف الكفاءات والثقافات الفرنسية الرفيعة القانونية اللي عندكم، لما يجي لنا رد زي ده يبقى أنتوا بتاخدونا بخفة. واستغربنا بعديها بسنين إن الكونغو كانت واخدة موقف سلبي تجاهنا بالنسبة لاتفاقية عنتبة. وبرغم من كده الكونغوليين وأنا أشكرهم التزموا وما وقعوش لغاية دلوقتي. هل هذا أداء، هل هذا أداء يا عار يحافظ على مصالحك في أفريقيا؟ طيب سيبك من مسألة الدبلوماسية، وأنا أعتقد أن كان فيه العديد من المثالب على الأداء الدبلوماسي حيال القارة بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة. برضو علشان أنبه، أنا نشرت الواقعة ديت في جريدة الأهرام، لم يرد علي أحد بالنفي أو بالتأكيد أو التبرير. يعني علشان برضو نقول إن الصحافة القومية بيقولوا مش بينشروا، لا كانوا بيقولوا بننشر. الأداء الإعلامي أفتكر إن سنة 2005 ده كان سنة كامل للرد المصري ده، في عهد مين في وزارة الخارجية؟ الله يرحمه الوزير أحمد داهر. أحمد داهر، أدي لك نموذج على الأداء الإعلامي المتهافت. إحنا إعلاميين وممكن ننتقد ذاتنا كويس جدا. 2005 أقدم السيد وزير الإعلام السابق على خطوة أنا كتبت عنها واتكلمت عنها في مؤتمرات كتيرة وفي التلفزيون المصري، وهي إلغاء ما يسمى بالإذاعات الموجهة لأفريقيا. كلمت كتير وكتبت كتير وغيري يكلموا كمان. ما السر وراء هذه الخطوة؟ كانت بتكلفنا قد إيه الإذاعات الموجهة باللغات الأفريقية؟ إذا كان في عوائق لوصول الإرسال إلى هذه الدول، لماذا لا أبحث هذه العوائق وأطور نفسي لكي أبثها ديجيتال وعلى الآي بي على الإنترنت؟ يعني أنا الحقيقة مروع بسلسلة من الإجراءات الغريبة اللي ما كانش ليها أي معنى إلا إن ناس بتحاول الإضرار بنفسها. يعني أنا مش عايز أطول عليه. في لماذا؟ يعني أنا عايز أقفل لماذا علاقات متقطعة خارجية مترهلة بتتعامل بإيقاع ليس في حس وطني إطلاقا وسوء تقدير. مش عارف دور وزارة الري كان ايه في الوقت ده، بس يبدو ان الملف كان دبلوماسي. كان وزارة الري هي الجهة الوحيدة التي حافظت على اداء ستدي، اداء رفيع ومنتظم، وخاصة انها جهة فنية. نعم جهة فنية، لكن اعتقد بقية الجهات التي تعاملت سياسيا مع القارة ومع هذا الملف كان أداءها متذبذب صعودا وهبوطا. لماذا حدث الآن؟ قبل ما تنقل ماذا يمكن أن يحدث أو السيناريوهات، بماذا تفسر توقيع بوروندي الآن والإعلان عن ذلك في هذه الأيام؟ يعني طبعا لا شك أن هناك ضغوط من بعض الدول وخاصة إثيوبيا على هذه الدول. سبب آخر أتخيله وهو أن بوروندي عندما امتنعت عن التوقيع كان هناك اتفاقات بينها وبين مصر أن مصر سوف تقدم مساعدات في مجالات عدة. أعتقد أن الظروف التي نمر بها منذ فترة في مصر يمكن أن تكون قد أثرت بالسلب على الوفاء ببعض هذه الوعود، رؤية أن مصر ستنكافئ على نفسها لمحاولة النهوض، فمش هتبقى فاضية تقدم أي تنفذ أي اتفاقيات. أيضا